كما اكد رئيس الوزراء ضروره بذل كافه الجهود لمنع الاعتداء على رفح الفلسطينيه وممارسه الضغوط على كل من الطرفين لوقف اطلاق النار. وقال مدبولي ان اي اعتداء على رفح سيؤدي الى نزوح اخر يضغط على مصر لعبور حدودها مؤكدا استعداد الحكومه المصريه لتقديم الدعم اللازم للنازحين، مشيرا الى انه من الناحيه السياسيه سيساهم النزوح في انهاء القضيه الفلسطينيه ونزوح كامل الشعب الفلسطيني. ما علينا فعله اليوم هو ان نبذل نبذل قصارى جهدنا لتفادي اي اعتداء على رفح، لان الوضع في رفح اليوم هو انه لدينا اكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزح من شمال ووسط غزه الى رفح، بالاضافه بالطبع الى 250 الف ساكن في مدينه رفح، اي نتحدث عن ما بين مليون فاصله ثلاثه مليون وواحد فاصله اربعه مليون شخص في مدينه رفح وعلى الحدود ما بين غزه ومصر اي اعتداء او هجمه على هؤلاء سيمثل كارثه بكل ما للكلمه من معنى وهذا اقل ما يقال عن الوضع وبالطبع هذا سيؤدي الى نزوح ثان لهؤلاء الاشخاص الذين سيسعون للانتقال الى اي مكان امن اخر وقد يعني ذلك ان يضغطوا على مصر لعبور الحدود نحو مصر ونحن في الحكومه المصريه من الناحيه الانسانيه بالطبع نحن جاهزون لتزويدهم باي دعم هم بحاجه اليه ولكن من الناحيه السياسيه هذا سيساهم في انهاء القضيه الفلسطينيه ونزوح كامل للشعب الفلسطيني